السلام عليكم، إكرام إتيس، مدير عام شركة Global Fairs and Events، المنظم الرسمي لهذه الدورة ديال أوتوموتيف شو أوتوموتو. هذا أول معرض كيتنظم من نوعه في المغرب خاص بالتنقل الكهربائي وقطع غيار هذه المركبات. كما كتلاحظوا معنا فالمعرض فيه حضور أزيد من 50 شركة وستة دول مشاركة في التوتاليتي. كدورة أولى المعرض يعد جد ناجح، وكنتمنى من جميع الناس اللي عندهم تساؤلات حابين يشريوا هاد السيارات أو المركبات الكهربائية يجيوا يطرحوا الأسئلة ويشوفوا لي برودوي. عندنا ان لارج برودوي في طروح حاليا في المعرض. بطبيعة الحال هاد الدورة كتميز بدي فورماسيون ودورات تكوينية اللي غادي تكون طيلة هاد 3 أيام خاصة بالعاملين في القطاع ديال السيارات نوطامون لي غاراجيست. هاد الدورات التكوينية مجانية بخصوص لي ميثود دو دياغنوستيك ديال المركبات الكهربائية، لي تكنيك دو غوموركاج، لي بورن دو ريشارج. فكنطلبوا من جميع الناس يجيو بغزارة وكنرحبوا بهم وكنرحبوا بكم جميعا.